شكرا لك حبيبي. وأنا كتير اشتقت لك كمان. إيه شو صار بغيابي؟ احكي لي لشوف. أبدا ما في شيء، كل شيء عادي. مهند تكين أغلو، هل توافق على الزواج من سمرة جنش؟ لا طلع، روح من هون. يلا لك عشتك كذب ومسخره. لا ما بدي ما بدي. مهند تكين اوغلو، هل توافق على الزواج من سمرة جنش؟ كوثر كمان مناح، كلهم كانوا عم يسألوني امتى بدك تجي. هلا بعد شوي بروح بشوفهم وبعطيهم الهدايا. لك اهلا وسهلا فيكي. خبريني بقى امتى رجعتي لك زينة؟ والله هلا مالي غير شوي، غيرت ثيابي واجيت بسرعه حتى اعطيكم الهدايا. يي والله ما كان في داعي. يا الله ليش هيك عذبتي حالك لك زينة؟ يسلموا ايديكي. يلا فوتي حبيبتي يلا. شكرا. وين جميله؟ جميلة؟ جميلة مو هون، راحت على مرسين. شو أخذ لهنيك؟ لأنه اليوم عرس مهند.
ليهم لهون؟ يعني الجماعة كانوا جايين يمكن يقتلوه يقتلوا بنتهم كمان. طبعا مهند المسكين مو قدران يترك البنت وهي بهيك حالة، وهنن أصلا كاتبين الكتاب يعني يقولي عرس على عين الناس، يعني مشان البنت تصالح مع أهلها وحلو هالمشكلة بقى. كتير منيح، مبروك. بدي أعترف لك بشغلة، بس ليكي من هلأها ما بدي إياك تزعلي مني. أنا أعطيته هديتك لمهند. جميلة قالت لي ما أعطي إياها، بس أنا ما سمعت منها. ما فهمت عليكي، أي هدية؟ لك هدية رأس السنة. بس أنا ما جبت له أي هدية. بس جميلة، شو عطيتي لمهند؟ بس أنا عطيته الهدية. انسي الموضوع كله، ما أنا إليك، مو إليك يعني، مو أنتي، قصدي علي. مزبوط، أصبح أنتي مالك أي علاقة بالموضوع كله. شفتي شلون أنا خربطت بيناتكم؟ بس ليكي ساوي لك شاي، خليني ساوي كاستين شاي نشربهم مع بعض.